اهلا وسهلا بيكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج اختار طريقك. موضوع حلقتنا النهارده موضوع شيق جدا وشاغل بال ناس كتير، وهو عالم الاحلام والرؤى. عالم كبير وواسع مليء بالاحداث والمواقف والذكريات، فكان لازم يكون معانا النهارده مفسره الرؤى والاحلام المتالقه الاستاذه منال الجمال. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك استاذ محمد. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذه منال، في كتير من الناس النهارده اول شعبان، كل عام وانت بخير، الامه الاسلاميه كلها بخير وصحه وسعاده يا رب، ويدخل علينا رمضان بالصحه والهنا والخير يا رب. اللهم امين. تمام. في كتير من الناس بتظهر ليهم احلام وبيكونوا مش عارفين يتواصلوا مع مفسرين، فممكن من حلمه يقدر يعرف ان الحلم ده خير ليه او شر ليه او حاجه مبشره او منذره ليه؟ طبعا في طبعا طبعا، بس انا عايز اقول قبل ما ابدا الحلقه انه الرؤية او الحلم ساعات بتتفسر لحد تاني يا جماعه، عشان بس ما حدش يبقى ايه يعني مركز او في اللي هو اللي انا هتكلم عليه دلوقتي. هنبدا بالانبياء. الانبياء دي حاجه تمام. مبشره جدا جدا جدا. لو انت شفت الانبياء دي حاجه مبشره، دي اول حاجه. تمام. اول حاجه مبشره. تمام. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا نفسي في مشروع وانا مش قادر ان انا اعمل المشروع ده ويائس والامل مفقود منه، بيعمل ايه؟ بتروح جاي لرؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، ده ابشر على طول. اعرف ان دي مبشره وان شاء الله باذن الله هتتحقق، لان دي رؤيه ان شاء الله هتتحقق لو حتى بعد 10 سنين باذن الله تعالى. فهي ان شاء الله هتكون دي الانبياء. تاني حاجه الست المتوفيه لما بتكون راجعه بدون لا تاخد ولا تدي، دي ان شاء الله دي برده مبشره جدا. تمام. جدا يعني زي الانبياء بالظبط، الاثنين دول زي بعض. بقى الباب المقفول، لو انا شفت باب مقفول مثلا واتفتح قدامي ده مبشر. لو انا ماشي في طريق وعتمه والنور يعني نور قدامي، ان شاء الله ده بيكون مبشر. تمام. لو انا طالع سلم وطلعت بسرعه ده برضو مبشر. تمام. كل ده حاجات مبشره، وفي حاجات كتير، بس احنا هنختصر الحاجات المهمه عشان خاطر نختصر نلحق نقول لكم حاجات كتير. فهي اول حاجه الانبياء، ده لو في نفسك حاجه تحققها ان شاء الله وشفت الحاجه دي الحاجه الوحيده يا استاذ محمد. تمام. اللي بتتفسر لصاحبها اللي هي حلم الانبياء صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، ده اللي بتفسر لصاحبه. تمام. ده ما بتفسرش لحد تاني، لصاحبه بس. تمام. فده لو انت يعني شفت الحاجه دي ومش عارف تتواصل مع اي حد وشفت التفسير اللي انا بقوله دلوقتي. تمام. ابشر ابشر وانتظر الشيء اللي انت في انتظاره. تمام. لان هيحصل. دي كل دي مبشر وكل دي رؤى وحاجات جميله. معنا اتصال مين؟ مامي غالي، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم، ممكن اكلم الدكتوره منال؟ اتفضلي الدكتوره منال مع حضرتك، اتفضلي. ايه سؤال حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله بخير والله، الحمد لله. الحمد لله، منوره يا دكتوره والله. ده نورك يا حبيبه قلبي، ده نورك والله. وحشتينا، فينك؟ موجودة موجودة، هجيلكم على طول إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. والله كان عندي حلم، والله كنت عايزة أقوله لحضرتك. اتفضلي. أنا عندي أختي متوفية، فحلمت إنها جت وإدتني سمك مشوي كتير. طيب ماشي. تمام. تمام. فكنت عايزة أعرف بس يعني هل السمك ده كويس ولا إيه؟ حاضر هبشرك، هو كان مشوي صح؟ مشوي. تمام. طب خلاص اسمعيني. حاضر. تمام. اسمعيني. حاضر هرد عليك. حاضر. نشكر حضرتك جدا يا فندم. شكرا ليك. فضل. شكرا. بص انا عايز اقول لك ان السمك. تمام. السمك لما بيكون كميه بيكون فلوس. تمام. لو هو السمكه بالفرد يعني سمكه واحده. تمام. ده بيكون يا خلف يا اما هيكون يعني لو هو حد بيصطادها شخص يبقى انت بتبحث عن عروسه. يعني بنقول لها تبشر. تبشر ان شاء الله. لسه هرست لسه هكمل. تمام. بنقول لك ابشري، بس هو هنا في فلوس جايه. كمان الميته لما بتدي بيكون خير، بس هو بس هي مشكله بسيطه على الفلوس اللي جايه دي. هي ايه؟ ان السمك مشوي دخل نار، فالحاجه لما بتدخل النار دي بتكون صعبه شويه، يعني في فلوس جايه لك وان شاء الله عليها مشكله بسيطه، وان شاء الله عشان الميته هي اللي عطيها، فان شاء الله باذن الله هتعدي على خير والفلوس جايه لك ان شاء الله. ابشري ابشري، ده من المبشرات برضه. جميل. طيب طبعا لما نوهنا عن صفحه اتصالات كتير يا جماعه، معانا ام محمود، اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا امي، اتفضلي. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير، كل سنه وحضرتك طيبه واسره كريمه بخير ان شاء الله. طيب. اتفضلي يا امي. بعد اذن حضرتك يا استاذه منال، عندي حلمين. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي. اتفضل. اول حلم صحتي شافتني ان انا اتجوزت واحد محامي
وجبت منه ولدين توأم. المحامي ده ما نعرفوش احنا الحقيقه. ده اول حلم. هي اتجوزت وشافت ان هي خليفه ولدين توأم. لا لا لا، حلمت لي انا ان انا اتجوزت. ان انت اللي اتجوزت. ايوه طيب. حلمت لي ان انا اتجوزت واحد محامي. طيب. جبت منه ولدين توأم. ده اول حلم. ثاني حلم انا شفت كاني في الحفره بتاعت بيتنا، السقف بتاع البيت. سقف البيت كده في حفرة بقول دي فيها كنز من حلم. سقف البيت في حفرة؟ أنا بشوفه في الحلم، قلت دي فيها كنز، الحفرة دي فيها كنز. فيها كنز. حفرة فيها كنز. تمام. تمام اتفضلي. سقف البيت ماشي شكرا. أنت بتبحثي عن إيه؟ عايزة إيه توصلي لها؟ عايزة في فلوس عايزة توصلي لها ولا إيه؟ لا في خير إن شاء الله. لا لا ما فيش ولا حاجة والله. طيب ماشي. طب اسمعيني حاضر. تمام. انا بسالها لان الحلم ممكن يتفسر، يعني مش هي سالفتها اللي شايفاها لها. تمام. او واحده من العيله ممكن يكون التفسير لها هي. ما شاء الله للسالفة. تمام. هي بتقول خليك معايا بس راجعه معاك والله اتفضل. اول حاجه هي قالت سقف البيت، الحلم الاول دخلت حلمين في بعض. تمام. الحلم الاولاني انت فاكره انا هي دخلت حلمين في بعض سلفتها. سلفتها شافتها متجوزه. تمام. الجواز في الحلم بيكون جواز حقيقي. تمام. ليه؟ انا لما بشوف رؤيه بتتفسر زي ما هي ممكن يكون في حقيقه هعرف ان حد يتجوز. تمام. طب لو اتفسر عكسي بقى، ما انا شايفه يعني لما انا بشوف خلاص هيتفسر، لو انا شفت عكسه بقى ده بيكون فلوس برضه جايه. دي فلوس الجواز بيكون فلوس، حاجات كتير. الجواز بيكون فلوس. فلوس جايه لها، ممكن تكون في انتظار فلوس. تمام. انا سالتها ما كانش لها هيبقى فيه لحد تاني، ممكن يكون لسلفتها، ممكن يكون لجوزها، لحد تاني في العيله. فهي فلوس جايه ان شاء الله برضه. ان شاء الله. باذن الله. الحفره بتاعت البيت ديت فيها كنز، هو واحد يعين حاجة وحد بيبحث وراه وبتحفره وراه، حد بيحفر وراه عاوز يعرف هو عين ايه وراه ايه فلوس ايه اللي هو عينه، في حد بيحفر ورا حد، بس الحفر ده هيكون بسببه مشاكل، فكل واحد يسيب الناس بحد. تمام. مش الحفر اللي ورا الناس ده. هل في اتصالات معانا شباب؟ أم محمد من الفيوم، أهلا بحضرتك يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم اتفضلي. عندي رؤيتين وعايزة أقولهم معلش بس أطلعهم بعد كده من التلفزيون. اتفضلي. اتفضلي اتفضلي يا أم. أنا لقيتني بلقي ثلاث أيام لقيت أختي عندها بتخبز عيش. عندك إيه؟ أختها بتخبز عيش بقى لها ثلاث أيام. لحظة معلش يا أستاذ محمد. تمام. لو كده اكتب عندك عشان بس أنا ماشي. طيب بتربط في عيش ماشي، والعيش ده في المناسبه فيه فرح. فانا سبتها ورحت البيت الثاني، رحت البيت الثاني فلقيت في ناس نزلوا صيوان، والصيوان ده برضه الفرح. طب انا عايز اسالك سؤال بس، هو الفرح كان بزفه وكده ولا كان بدون زفه؟ لا 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 مفيش، ده تجهيزات بس. طيب تجهيزات بس. طيب تجهيزات بس. ورحت برضه لقيت الصيوان ده منصوب وجاهز للفرح. طيب. واتلفت في البيت بتاعها لقيت فيه واحد بيذبح جاز سفحل صغيرين. بيذبح ايه؟ سفحل اللي هو جاز سفحل يعني اللي هو قاموس الصغير. طيب ماشي ماشي. وانا بقول له انا اخش اساعدك، قال لي تعالي، فانا دخلت عشان اساعد عشان اخد منه كيلو لحمه. عشان اللي بيساعد بياخد. ايوه طبعا. وهو في نفس البيت بتاع اختي، فبصيت لقيت فيه فيديو صغير اسود، رحت طالع منها من بان من بان الجاز اللي فحل. طب انا عايز اسالك بس سؤال، لو في مناسبه عندكم ولا حاجه قريب؟ احنا بنسعى بس للخلفه بس. طيب ماشي. طيب ماشي. بس الرؤيه الثانيه حلمتها الليله. خير الله المجعل يا رب، لقيتني البيت والبيت دي ده كبير. لقيت ايه؟ انا بفضل. طب طب معلش خليكي احنا لما بندخل رؤيتين مع بعض كده هنفسر الرؤيه الاولى. طيب الاول هنفسر الرؤيه ديت وخليكي معانا واحنا هناخد التاني. هي حلم معلش عشان بس نعرف نرد على الناس كويس. تمام طبعا. في اتصالات كتير طبعا. طب خليكي معايا ماشي. خليكي معايا. ثلاث ايام هي بتخبز عيش وفي مناسبة فرح وطفل اسود. انا سالتها في مناسبة ليه بقى؟ عشان لو كان في مناسبة يبقى الحلم هيتفسر بمناسبة. تمام. هنا بقى هيتفسر عكس خالص. تمام. لان هي قالت لك ما فيش مناسبة بس في سعي في خلف. تمام. ان شاء الله ممكن السعي في الخلف اللي هو العيش والحاجات دي باذن الله. ربنا يكرمك يا رب او يكرم اللي في انتظار الحمل. يا رب. ثاني حاجة احنا قلنا البقر، وانا بقوله على طول يا جماعة على صفحتي بقوله على طول في البث اللي بعمله، ان البقر اي الجاموس البقر اللي هو الخنزير. تمام. ثلاث حاجات دول لما بنشوفهم ده بيكون حد هيسمع عن حد هيتوفى. تمام. هو في حد هنا هيتوفى. شفنا ثلاث جماس يبقى ثلاثة أشخاص. تمام ثلاث أشخاص. ورا بعض. شفنا ناخد واحدة الاتصال. ناخد الاتصال. طيب. مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أستاذ محمد؟ أهلا بحضرتك اتفضلي يا فندم.
اتفضلي يا فندم. ربنا يخليك على صوتك شويه. وحشتينا كتير والله، كمان مستنيينك على القنوات كده تنوري ان شاء الله. باذن الله معاكم على طول ان شاء الله. باذن الله. اتفضلي يا فندم. كان عندي فيلم صغير وبشكر حضرتك برضو على. ربنا يكرمك يا فندم ان شاء الله. اتفضلي يا فندم. على صوتك. بقول لحضرتك انا حلمت ان السقف بتاع الفرندا بيقع. طيب ماشي تمام. في حاجه تاني؟ لا وبشكر حضرتك. ناخد ده السقف بيقع. ماشي خلاص تمام. هو السقف بيقع. بص تمام، الموت ليه تفسيرات كتير. تمام. لو قلت لك ان التفسير ليه اكتر من، يعني الحاجه الواحده لها اكتر من 30 تفسير. تمام. منها هنا برضو احنا قلنا البار لبس الاسود، هنا السقف. تمام. السقف بيقع. هنا في شخص راجل هيتوفى. في راجل. تمام. هيتوفى هنا برضو هنا موت. هنا في حد هتسمعي بس ما تخافيش، لان مش شرط الحلم يتفسر اللي شافه. فربنا يستر يا رب. ان شاء الله. كتير كده اليومين. ان شاء الله. طيب اللي بيحلم بالملابس. بالملابس، كل لبس وله تفسير. تمام. كل لبس وله تفسير. انت اولا سالتني عن المبشر والمنذر، ف تمام لسه كان المنذر، فهنقول هنكمل برضه. هنكمل برضه، هنقول على اللبس برضه الاول. يا جماعه كل لبس وله تفسير. الراجل ليه تفسير، الطفل ليه تفسير، الشخص الكبير ليه تفسير. هنبدا بالرجاله الاول. الراجل لما بيشوف لابس لبس عادي، ده بيكون هيمسك شغل جديد. يعني لو انت قاعد ما فيش شغل عندك ولا حاجه، فانتظر. لو انت شفت الحلم ده ان شاء الله باذن الله هتمسك شغل جديد. طب لو لابس ابيض بقى، جلابيه بيضاء او حاجه بيضاء، تمام، ده فيها حج او عمره. حج او عمره. يا رب وعدنا جميعا يا رب. ده لبس الرجال. لبس الاطفال كله يا جماعه بيكون خلف. اي حاجه طفل مذكر او مؤنث ده بيكون خلف. تمام. لو حد في انتظار حمل ان شاء الله ربنا يكرمه يا رب باذن الله بيكون خلف. تمام. هنتكلم بقى عن لبس الحرير. هطلع الصفات الوحشه اللي في الفساتين. هي الفساتين عامه تمام بتكون عرسان الكبيره، الفساتين اللي هي اللي من سن بقى واللي هم عايزين يتجوزوا. تمام. ده بيكون عرسان. انا هطلع لك العيوب اللي في اللي هيبقى في العريس لو تقدم لك حاجه شبه دي. تمام. الاول انا هطلع اللون الاسود الاول. ده يا جماعه مش عريس، الفستان الاسود ده مش عريس خالص. الفستان الاسود مش عريس. ان اللون الاسود بيكون موت. تمام. فده ده لو انا شفت فستان اسود ده، عشان بس ما حدش ينتظر ويقول لك ده عريس، لا ده بتسمعي عن شخص هيتوفى. تمام. اللون الاصفر بيكون فيه شخص هيكون مريض، يا هو العريس اللي هيتقدم يا يكون تمام. شخص من العيله. تمام. مش شرط يكون برضه يكون عريس. اللون الاحمر بيكون اللون الأحمر. العريس بقى ايه، عارف انت بقى اللي كل شويه بحب اعمل مشاكل وعتنانه وحاجات، هيكون معاك شويه او بتاع في عراكيل شوية. في عراكيل في الموضوع. ايوه. هقول لك بقى، هطلع برضو العيب اللي جاي في الفستان. ناخد مدام نوره ونكمل. ماشي اتفضل. عشان خاطر المشاهدين بس. معانا مدام نوره، اهلا بحضرتك يا فندم. الو. اتفضلي يا فندم مع حضرتك. الو السلام عليكم، ممكن يكلم الدكتوره منال؟ اتفضلي الدكتوره مع حضرتك. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله على الصوت شويه بس. تمام اتفضلي. حضرتك وحشانه والله. ربنا يخليك يا حبيبتي. طولت الغيبة علينا. معلش ان شاء الله تنورنا كل اسبوع باذن الله. والله العظيم ان شاء الله يا استاذ محمد، الكورونا اللي عملت فينا كده. ان شاء الله ربنا يحفظنا. يعني عشان جينا داخله بكمامه ودنيا ربنا يحفظنا جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. ودايما متالقه ومنورانا باذن الله. ربنا اتفضلي يا فندم. حضرتك انا شفت كلب صغير في المنام بيعضني ويعضني مرتين من ظهري. طيب في حاجه ثانيه غير كده؟ هنرد عليك. لا شكرا لحضرتك. بنشكرك. تمام اتفضلي. بص هو الكلب بيكون حد شخص مش كويس. طالما بيعضك يبقى انت هتحذري من شخص. تمام. انا ما اعرفش بقى ليكي علاقه بيه، من شخص قريب او بعيد. اذا كان قريب او بعيد، او بعيد لازم. لا هو هيكون قريب. تمام. لان هو طالما عضها مش قريب من العيله، ممكن يكون من العيله. تمام. ممكن يكون حبيب، صديق، في تمام. شغل، في اي حاجه. فطالما هو عضك من ظهرك تمام، فهو هيضرك. بس عارف اللي انا في وشك حبيبك وباجي من وراك وبضرب فيك الايه، يعني فاهمني انت الزنا واضرب الحاجات دي. تمام. هو هيكون الشخص ده هيضرك بس من ورا ظهرك، من وراك. خلي بالك بقى استاذه منال بتقول لك خلي بالك وكوني حريصه من دلوقتي. أيوة أيوة ان شاء الله. معانا حماده، اهلا بيك يا حماده. اهلا بيك يا باشا. اتفضل يا فندم. ممكن اكلم دكتوره منال؟ دكتوره منال مع حضرتك. دكتوره منال انا حلمت حلم ان في عندي لقيت خمس صناديق مقفولين فيهم حاجه وحشه. حاجه وحشه زي ايه؟ خمس كراتين كده فيهم حاجه، كل يوم بجمع منها حاجه
وبتجيب لي فلوس كتير، وبعد كده بروح ايه، بروح مخلص الصندوق اجيب الصندوق التاني اجيب منه يعني حاجه وحشه زي مخدرات كده وحاجات كده. طيب ماشي. طيب تمام يا فندم، بنشكرك. بنشكرك. حاضر اسمع. اتفضلي يا فندم. حاضر. انا كنت عايز اسالك اقول لك انت بتشتغل ايه؟ انا مش عارفه تمام. يعني عايز اقول لك احذر، احذر من الحلم ده، يكون حد عاوز يورطك في حاجه زي كده او يحطك في حاجه غلط. فانا لو اتعرض عليك اي شغله احذر واسال الاول هل الشغله دي فيها صح او غلط، لان لو انت بدات في شغله زي دي ممكن تكون حاجه زي كده وحد يورطك فيها، فخلي بالك اخرتها دمار. خلي بالك. او ممكن يعرض عليك شغله تانية بس هو برضه هيضرك فيها في الاخر، لان المخدرات في الاخر وفي الاول هي مؤذيه ومضره. فدايما يا جماعه لما بنشوف حاجه زي دي نخلي بالنا او نكون حريصين جدا جدا من اللي حوالينا او من شغلنا. فربنا يا رب يعدها على خير يا رب. يا رب يعدها على خير. من وقت ما حضرتك نوهنا على صفحه البرنامج وصفحه حضرتك استاذه منال الجمال يا جماعه، جات لنا رسائل كتير جدا واحلام كتير جدا وناس منتظرين حضرتك ترد عليهم على الهواء النهارده. تمام. انا وانا جايين الا عشان خاطرهم. طبعا. بسمه وائل بتقول حلمت اني بموت وبيتكرر معايا الحلم ده اكتر من مره. هي بتموت. تمام. بتموت وبتحيا ولا بتموت بس؟ لان انا قلت لهم قبل كده حطوا الحلم اجتماعي. حلمت اني بموت وبيتكرر معايا الحلم اكتر من مره. شوف انا عايز اقول لك على حاجه، هو ليه كذا تفسير يا جماعه؟ انا بحب الحاله الاجتماعيه عشان كده. انا بموت لو انا مت خلاص ممكن، لان كانت في واحده امبارح بتكلمني على الباس قالت لك انا شفت ان اختي ماتت واتكفنت وفعلا بعد ثلاث ايام هي توفت. تمام. ساعات لو الحلم اتفسر هو ممكن يكون هتسمعي عن حد هيتوفى حقيقي. طب لو كان عكسه يبقى ان شاء الله دي مناسبه سعيده في العيله، مناسبه تمام. سعيده. الموت للشخص بدون كفن ويعني اموت كده وخلاص بدون كفن وبدون دفن، ده بتكون مناسبه سعيده في العيله، خطوبه، عيد ميلاد ان شاء الله. بس لو انت بقى بعد ما مت حياتي تمام. يبقى الموضوع هيتاجل شويه. تمام. معانا برضو استاذ مصطفى عبد العظيم بيقول استاذه منال زوجتي حلمت انها ولدت طفل ملفوف جنبها وفي ست قاعده تحت رجليها، بس مش متاكده اذا كانت امها او حماتها، فما تفسير هذا الحلم ولكم جزيل الشكر. طبعا انا عاوز اقول لك على حاجه، ان الطفل دايما بيكون مشكله. تمام. الا بقى لو كان حد في العيله ان شاء الله، ان شاء الله حامل يبقى هتجيب عكسه بنت، يعني عكسه لو حد بنت. ايوه عكسه بنت، عكس تمام. الولد بنت. الا بقى حاجه واحده بس اللي هو لو سم لو استمى يبقى خلاص، يبقى هيجيب البنت دي باسم، استمت مثلا نورة، استمى احمد، يبقى خلاص هيجي، بس ممكن الاسم هو اللي يتبدل بس. تمام. ما استماش ده بيكون هتجيب الولد بيبقى عكسه بنت. والا بقى لو اتفسر بقى حاجه ثانيه بيكون مشكله بسيطه وان شاء الله هتعدي على خير. ركز معانا استاذ مصطفى بقى ان شاء الله متابعنا. بس هنا الولاده تمام. بتكون فرج، يعني مشاكل وبعدها الفرج ان شاء الله باذن الله. تمام. ام هيام برضو بتقول اختي حلمت ان جوزي خدها عمره وبتقول لي انت كنت زعلانه، قالت لها ان شاء الله هياخدك السنه الجايه او المره الجايه. طيب ممكن حد يوعد بحاجه زي كده او اتفاق على جواز، حد يوعد حد بحاجه ان شاء الله زي كده، او يكون وعد في جواز يا جماعه، يعني ان شاء الله باذن الله نقرا فتح السند وان شاء الله نعمل الخطوبه ان شاء الله. ان شاء الله هو بيكون تفسيره كده. تمام. ان شاء الله ربنا يسعد البلد ان شاء الله كلها يا رب، ويسعدك انت كمان يا رب ونفرح بيك. طب ناخد ام مروه بقى. اتفضلي ام مروه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير. ازيك يا استاذه منال؟ ربنا يخليك الحمد لله بخير. وحضرتك الحلم ده حلم والدتي، يعني هي حلمت ان امها المتوفيه جات لها في الحلم وادت لها رزم فلوس يعني دولارات. طب جميل قوي. خير. وبعدين هي خير. كانت عايزه تديهم لي وبعدين رجعت تاني قالت انا عينهم لايه لوالدتي، يعني هي كانوا لها تاني. قالت لها انا عيني في الفلوس ديت هشوم لك في مكان امين يعني. طيب ماشي ده ودايما انا بحلم حضرتك انا بقى شخصيا ان انا بقى ايه اطبخ لحمه كتير يعني. لحمه ايه؟ لا لحمه بقري يعني. طيب. اطبخها يعني. ما بحبش الحلو اللي ماشي. الحلم ده جاي مرتين هيكون خير ان شاء الله باذن الله. حاضر يا حبيبتي. حاضر. تمام. هرد عليها. نرد عليها؟ نرد على اول حلم. تمام شكرا بنشكرك. الاول اول حلم هي قالت له اول حلم شافته امها متوفيه وجات لها في الحلم ومعاها رزمه فلوس. فلوس. تمام. وجاتها لها بس هي بالدولار صح؟ تمام. انا متذكره فكره. تمام. ماشي انا عايزه اقول لك ان الفلوس اضعافها فلوس. هل انت عندك المبلغ ده؟ لان هو المبلغ ده هيكون كبير جدا جدا. يا حد في ورث وهيتباع ان شاء الله وهيتقسم على الكل. انت لو ما عندكيش الامكانيات التفسير ده يا جماعه اتفسر لحد تاني في العيله. في حد جاي له مبلغ كبير من الفلوس
وان شاء الله الفلوس دي فيها بركه وفيها الخير وفلوس حلال. ليه بقى يا استاذ محمد؟ ليه؟ لان الميته هي اللي عاطيه الفلوس. تمام. فالميته احنا قلنا ابشري بقى. ان قلنا هي مبشره. تمام. الراجل ده الرؤيه المبشره، الراجل في الموت دي بقى حاجه ثانيه، ربنا يستر. فالست ان شاء الله باذن الله الفلوس فيها خير، ممكن تجي عن طريق ورث، عن طريق حد هيبعتهم لحد، فهو ان شاء الله باذن الله خير. ممكن يكون ليكي لو انت عندك يعني الامكانيات ان الفلوس دي تجيلك، لان هو مبلغ هيكون كبير، او لحد تاني تعرفيه. ازاي بقى؟ ممكن لو انت خالص يعني الظروف على ده، بتسمع بقى، ببقى قاعده بيوت يوم حد يحكي قدامي تقول لك فلان ده باع فندق وما اعرفش بكام، ده جاب كام مليون، ده جاب، ممكن بس يتفسر كده كلام بس، يعني هو باع وجاله. سؤال اخير ونختم بيه حلقتنا. طبعا في ناس كتير بتجيلها كوابيس وبتكون تعبانه ونفسيتها تعبانه، فننصحهم بايه؟ احنا ما كملناش البيت عشان وقت الحلقه، عشان وقت الحلقه، عشان وقت حلقتنا بس، نوضح لهم الفستان ان شاء الله، نوضح في حلقات قادمه باذن الله وعلى صفحه البرنامج. طيب ان شاء الله باذن الله. الكوابيس يعني الناس اللي بتشوف كوابيس. طيب انا عاوز ابدا باول حاجه خالص، ان احنا اول حاجه نصلي قبل ما ننام، ده حاجه نصلي قبل ما ننام على طهاره. الله اعلم احنا ممكن نموت واحنا نايمين، ربنا يطول في عمر الناس. ده اول حاجه لازم يا جماعه ننام على طهاره. ثاني حاجه بنقرا ايه الكرسي، يعني شوف السلسله اللي في رقبتي دي ايه الكرسي، بمشي بها على طول. ليه؟ عشان هي حمايه، ايه الكرسي حمايه لينا من كل، حتى لو صلينا كل فرض، بعد كل فرض لازم نقرا ايه الكرسي، لان يعني بصي حمايه جدا جدا وبتحمي من كل ده. ثالث حاجه عايز اقول لك، ان انا قبل ما انام ما اتفرجش على افلام رعب، ما اخشش الحمام واكب ميه سخنه في عتمه، ما اقفش قدام مرايه كتير، لان في قارين بيكون شايفنا، فده هو اللي بيعمل لنا الكوابيس. قارنا شايفنا قدام المرايه، شايفنا في الحمام، شايفنا في كل حته، فلازم ناخد حذرنا يا جماعه من الحته دي. وكمان الاطفال كمان، يعني انا عندي ساعات صحاب بيقول لك ابني حلم مرعوبته لله، اتفرجتيه على ايه؟ قال لك كان بيتفرج على لعبه، واللعبه دي فيها ضرب زي حرب كده. فانا عاوز ابصهم الاطفال لا، امنعوا منها الحاجات دي، سواء آية الكرسي، الصلاه قبل ما ننام. ننصحكم يا جماعه بآية الكرسي من خلال الاستاذه منال الجمال. ان شاء الله باذن الله. نشكر حضرتك جدا 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 جدا، نورتينا، وان شاء الله تنورينا تاني في اختار طريقك باذن الله. نشكر حضرتك. شكرا. الحمد لله على التمام والكمال، وصلاه وسلاما على النبي محمدا والال، وما انا به الا ان اقدم لكم ارق واطيب امنياتي، محمد الملكي، والى اللقاء.